يعني الموقف نفسه. موقف نفسه ان انت بتخسر ماتش فاينل اولمبياد ده بيبقى الموضوع صعب جدا، يعني انت تقدر تسيب ميداليه ذهب. يعني مع الجودو بتتابع الكره، كره القدم؟ اه طبعا انا مشجع من مشجعين الكوره بس فريقك المفضل بقى ايه؟ فريقك المفضل في الكوره؟ لا انا بص اقول لك حاجه، انا طبعا الاهلي والزمالك والاتحاد والمصري واسماعيلي بحب اتفرج على، وسموحه طبعا لكن اما بيبقى فرقه بتلعب مع في افريقيا انا بشجع الفريق المصري ايا كان، اذا كان الفريق قومي او اي فريق من الفرق اللي بتلعب في بطوله افريقيا الانديه. يعني بحب قوي الفريق القومي، بعدين بحب اتفرج على الباسكت بالذات. عموما انا بحب اتفرج على الرياضه عموما، يعني انا مثلا في اولمبياد 2020 تقريبا اتفرجت على كل الالعاب في كل الرياضات، وفي رياضات غريبه احب اتفرج عليها. يعني انا في اليابان مثلا بيلعبوا بيسبول قعدت مده طويله مش فاهمها لكن بتفرج عليها، وبعدين جبت واحد ياباني قلت له اقعد انا عايز اعرف دي بتتلعب ازاي، لغايه ما فهمتها وبقيت اشجع اللعبه دي الطوكيو جاينتس اللي هو بتاع طوكيو اللي كان بيلعب في الملعب جنب مننا يعني. وبحب اتفرج على مثلا امريكان فوتبول، احب اراجع حكايه الامريكان فوتبول دي في لوس انجلوس وقت وانتوا نازلين نازلين الطياره كان في اسمه ده اللي هم المرافقين لينا كانوا مصريين فجالي بيقول لي هو كابتن خطيب، قلت له كابتن خطيب بصيت لي شكله قلت له مش انا الخطيب ابدا يعني، كابتن خطيب جاي ورا من ورا مني كابتن طاهر ابو زيد وبتاع، قال لي بسألك عليه بيقول لي انت كابتن خطيب، بص له كده وسكت يعني، لانه طبعا هم هناك في امريكا اللي هم المقيمين في امريكا فاكرين لعيبه الكوره زي لعيبه الامريكان فوتبول ان هم ضخام كده، فانا كنت جسمي ضخم فقال لك ده هو ده الخطيب يعني. بس يعني حكايه الاستاذ نجيب المستكاوي معاك ايه؟ كابتن نجيب الله يرحمه يعني من شخصيات من اوائل الناس اللي شجعوني يعني، اوائل الناس اللي كتبوا عنه يعني اول واحد كان كلم معاه في الاذاعه الله يرحمه الكابتن عميد الجويني في اذاعه اسكندريه، واول واحد كتب عني في الجرايد هو الاستاذ نجيب المستكاوي. كنت انا بعد ما خلصت خدت خامس عالم في فرنسا ورجعت، فطبعا الجرايد كلها كتبت المصري اللي اول مره يلعب واخد خامس عالم وبتاع، فكابتن الاستاذ نجيب كان تملي بيجيب الجرايد المجلات الفرنساوي فلقى فطلب منهم، فروحت انا وعمل معايا حديث كويس قوي في الاهرام الرياضي اللي هو كان بيطلع يوم الجمعه، ليا صوره كده قاعد على كرسي انا فاكر المقاله هو كاتبها وبتاع. وبعد كده بقى المقالات والتلفزيونات بدات تتكلم والناس بدات تتكلم، وبعد لوس انجلوس الجودو عموما في مصر اتغير بقى في حاسس ان الجودو خد حقه في مصر ولا لسه محتاجين برضو نسلط الضوء عليه اكتر؟ لا بص اقول لك حاجه، هو طبعا ايام لوس انجلوس كان الصوت كان جامد قوي، صالات الجودو كترت الانديه زي هليوبوليس والرياضه انتشرت والجزيره كل والشمس كله والهنا سبورتي المسموحه كل انديه عملت صالات مخصوصه للجودو وكنا زمان بنلعب على مراتب قش، دلوقتي بقت بساط قانوني طورت يعني واللعيبه كترت كان زمان ما كانش فيه لعيبه زي زمان دلوقتي اللعيبه كترت. الجودو في فتره كده حصل دروب في الجودو لكن الجودو بدا يرجع دلوقتي، النهارده بقى عندنا ولاد كويسين يعني بروميسنج جدا ان هم يقدروا يحققوا ميداليات، بس هم عايزين شويه وقت وشويه تشجيع، واعتقد يعني بصراحه يعني الدكتور اشرف صبحي مهتم باللعيبه بتاع الجودو والكابتن مرزوق برضه رئيس الاتحاد مهتمين قوي بالجودو، واعتقد يعني ان شاء الله في خلال السنوات الجايه هنشوف ان شاء الله تاريخ كويس للجودو يعني.